Foreign Policy، الانتخابات الرئاسية السريالية، وسلطان الرجل القوي الحقيقي. الوطنية للتغيير تحذر من سلء الدستور وتأخير نقل السلطة. الجنزور يصدر قراراً بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية ذوي الإعاقة. السعودية تختار مصر ضمن 12 دولة يسمح باستيراد المواشي منها. شاهين، إحالة أحكام القضاء العسكري إلى محكمة الجنايات تغول من سلطة على سلطة. وزير التعليم العالي، زيادة دخول الأساتذة العام المقبل والسنوسي مجرد مسكنات. كاتدرائية العباسية تبدأ تسجيل أسماء المشاركين في انتخابات البابا الجديد. الحكومة تدرس إنشاء كورنيش جديد لوقف التعديات على النيل. اقتراحات الشعب توافق على إعفاء أصحاب الدخول البسيطة من الضرائب. سائقو الأجرة بالمنيا ينهون قطع السكة الحديد بعد وعود بتوفير الوقود. We'll be right back.